بودريقه الله يشافيه دار جوج عمليات. العمليه الاولى كانت على واحد العرق اللي كان عنده، كان غليظ وكان عنده فيه مشكل ديال التنفس وداك الشيء، ومن بعد عمليه ثانيه داروا لي هذيك لو ستريس والطونسيون، داروا لي هذيك المكانه، تمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع لوليداته ويرجع للبيت ديالو. الو الرجاء برشيد مقابله فهاد السياق بعدا بغيت نفتحها قوس لو سمحتي يا عادل، اولا بالشفاء العاجل لبودريقه، نتمنوا ليه انه يرجع بخير وعلى خير صحيحته. انا كنشوف بعض المرات بعض الناس ما عرفتش علاش كيبغيو يدخلوا راسهم في شي حوايج لا علاقه، هي امور شخصيه انسانيه، وكيبداو يهضروا واش دار عمليه ما دارش عمليه، دار جوج، واش حقه راح انت عنده مشكل دار سبب العمليه. ما بغيتش نفهم شاد، ما فهمتش شنو ضرك انت ودار عمليه، مريض ما مريض، مالك مالك انت؟ شوف سيد انت سير في الفرا ديال دار عمليه، لان الاصل هو ان الانسان في واحد الوضع خصك تمنى ليه الشفاء. انت ما عندك معاه، ماشي شغلك فيه، هو داكشي اللي يدير منه اي واحد كنقولوا دار شي حاجه راه كاين القضاء. ولكن ملي كتولي الامور انسانيه ما تبقاش تقول هذا حق تهرب. ما فهمتش، وانا كنقرا شي حوايج من زملاء صحفيين ولا من شي ناس كنبقى نستغرب اش هاد الكميه ديال الحقد على والو. ما فهمتش، ما عرفتش شنو زعما علاش غنحقد على واحد الانسان وغنبدا نتشفى فيه. لا حق كل واحد، هذاك الشيء اقدار الهيه، جا واحد المرض طونسيون القلب كيف ما ممكن يجي انا، كيف ما ممكن يجي شي واحد اخر، وغتحتاج اللي يدعي معاك وغتحتاج اللي يوقف معاك. ملي كتكون في ديك الوضعيه يحس بها المرض غير الانسان اللي مضروب بها اللي هو فيها، فهمتي؟ اما دابا انت بصحيحتك وكتضحك وتهضره ما تحس بوالو، ولكن ملي غتمشي تما ويتسد عليك في الانعاش وبوحدك وما معك حتى شي واحد، ديك الساعه غادي تحس بداكشي اللي كيحس به داك الانسان. الله يهدي وكيحتاج الله يهدي كيحتاج الانسان للدعوات، ماشي كيحتاج انك تشفى فيه ولا ما تشفاش فيه. فرضا عندك معاه مشكل، فرضا ما عرفتش شنو واقع، ولكن في ديك اللحظه راه كيتحيد كل شيء، لان كيولي الانسان مريض. ما كيمكنش انك بدا تشفى فيه ولا تقول لك سر ولا كذا. هذه انا بالنسبه لي كي الله يهدي، انا بغيت نفتح القوس في هذه المساله باش الناس ما تبقاش هزه الحقد على بعض على بعض بعض الناس. شوف كاينين بعض الناس اللي خدمتهم، كاينين بعض الناس اللي يا شي اللي مقابلين هذا دار هذا فعل هذا ترك هذا مشى هذا، كميه ديال 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 المعلومات المغلوطه وكميه ديال الحقد وكميه ديال التشفي. دابا كيفاش غيكون الحال ديالهم ملي يخرج هو ودار فيديو كيتكلم وشافوه في ديك الحاله شنو؟ شوف خلو زعما شنو اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. حنا كنهضروا على المرض اصاحبي، راه السيد هادشي اللي كنقول انسان دار العمليه الاولى ودار العمليه الثانيه الله يشافيه، الا عنده شي مشكل اخر راه هو قاد يحل المشاكل ديالو. حنا كنهضروا على الشخص مريض، نتمنوا ليه الشفاء انسانيا صافي، ما باش نتشفوا في عباد الله كما بغيتوا لنا خيره فيما اختار الله يهدي ما خلق. نرجعوا للرجاء، كنظن بان يعني غادي في مسار جيد، راه شفنا النتائج نتائج في المستوى، صدر مع الجيش الملكي بريباراسيون في المستوى بالدوري اللي لعبوا، شفنا يعني كيبقى غير المساله ديال يعني تدبير المرحله ديال الاياب، لان غيكون فيها مباريات كثيره متقاربه، بالتالي خاص تكون يعني نتائج يعني تستمر، ومساله ديال اللاعبين جداد نشوفوهم واش غيعطيو اضافه للفريق ولا لا. كانوا ثلاثه ديال ربما ديال لي ريكروتمون، ارفي باقي فيه مشكل ما غاديش يكون حاضر، لان الفتح الرباطي دايرين طعن في القرار ديال الاتحاد الدولي وتاجل كنظن 22 فبراير. الرجاء طالبين يعني رخصه مؤقته باش انه يلعب في انتظار الحسم في الملف ديالو ولا في النزاع ديالو، ما عرفتش شنو غيكون القرار ديال الاتحاد الدولي في هذه المساله. كيبقى كنظن حتى اللاعب الجديد الجزائري بن عياده ما غاديش يكون باقي ما واجدش يلاه في الفورمه ديالو. نشوفوا ابريغو اللي كاين في اللائحه اللي اختارها زين باور، فنتمنوا ما نشوفوش غير الجيش والراجل اللي كيتنافسوا، تبقى هذيك الثنائيه ديال الجيش والراجل اللي كيتنافسوا على اللقب. نتمنوا يقربوا في بركان حتى هما يعني يصلحوا المسار ديالهم ويحققوا نتائج ايجابيه ويقربوا. الفتح كذلك، الوداد باش تكون واحد المنافسه ديال اربعه ولا خمسه ديال الانديه كتكون مهمه وكتعطي تشويق وكتخلي يعني يعني المتتبعين يعني يعيشوا الحدث مع الانديه وكيتسناو النتائج، كيتسناو شوفوا هاد الفرقه اش دارت، كيتسناو الاخرى، فهذه كتعطي واحد الحركيه واحد الحماس داخل الدوري الاحترافي. اما الا كانت بقات التشويق بين الرجاء والوداد الرجاء والجيش عفوا بوحدهم، فكنظن غنعيشوا السيناريو اللي عشناه السنوات الماضيه، الوداد والرجاء هما في الصداره